السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله أحبة المتابعين الى درسنا السادس من سلسله كورس احترف الفي بي اي ان شاء الله في هذا الدرس سوف نقوم بشرح مفصل للفرق بين تعليمتي رينج وتعليمه سيلز وكيف نقوم بالتفريق بينهما ومتى نستخدم التعليمه رينج لكي نقوم بتحديد المجال ومتى نستخدم التعليمه سيلز الأمر الثاني سوف نستخدم دالة Offset لكي تعوض عن عدم قدرة الدالة رينج على الإزاحة على مستوى العمود. والأمر الثالث سوف نحل تطبيق الدرس الخامس الذي كان معنا في الدرس الماضي. ثم سوف نتعلم كيف نكتب تعليمات في الفي بي اي لكي نستطيع الوصول إلى الترحيل اللامحدود. في هذا اليوم على سبيل المثال وإن شاء الله في الدروس القادمة سوف نستخدم سلسلة كاملة من التعليمات ضمن كود الـ VBA وفي نهاية الدرس إن شاء الله سوف نقدم تطبيقنا لهذا الدرس وأود أن أنوه إلى ضرورة الالتزام بحل جميع التطبيقات إخواني البرمجة واحترافك للبرمجة لا بد لك من كثرة التطبيق لا تكتفي بالمشاهدة أعود وأكرر لا تكتفي بالمشاهدة ولا تكتفي بنسخ الاكواد ولصقها الرجاء ثم الرجاء التطبيق وانا ايميلي معروف للجميع لا اتردد ان شاء الله بمساعده اي شخص لديه مشكله لا يعمل معه الكود بشكل سليم ان شاء الله اني على استعداد بشكل دائم وخلال الاسبوع وان شاء الله خلال 24 ساعه في اليوم مستعد لاستقبال مشاكلكم والمشاركة بحلها لا أن أقوم بحلها بل المشاركة بحلها ولنبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم الفقرة الأولى نريد اليوم أن نميز بين تعليمتي سيلز وتعليمة رينج الغاية من كلا التعليمتين هي تحديد المكان الذي تريد الوصول إليه في ورقة العمل أما الفرق الجوهري بين تعليمة سيلز وتعليمة رينج هو يكون أن تعليمة سيلز بشكل حقيقي لا تستطيع الوصول الا الى خليه واحده في كل دوره بينما تعليمه رينج اضافه الى انها تستطيع الوصول الى خليه واحده فانها ايضا تستطيع الوصول الى مجال كامل عند كل دوره من دورات البرنامج. والان دعونا نبدا بتعليمه سيلز ونتكلم عن شكلها العام. الحقيقه كما تشاهد الشكل العام لتعليم سيلز هي سيلز ثم قوسين هلاليات رقم السطر ومن ثم رقم العمود اذا ركني تعليم سيلز هو رو السطر ورقم العمود علما انه هناك اشكال مختلفه لهذه التعليمه سنتناول اليوم جميع هذه الاشكال ونقارن الفرق بينها مثلا كما تشاهد الشكل الاول فهنا نكتب هذه الامر ورك شيتس رقم الشيت او اسم الشيت التي لدي وهذا تكلمنا عنه في دروس سابقة بعد ذلك نقطة سيلز بين القوسين أنا أضع هنا رقم عندما أضع الرقم فإنني أؤكد على أن أطلب من البرنامج الذهاب إلى الخلية رقم ثمانية كذلك الأمر وأقول له بدوت فاليو ضع في الخلية رقم ثمانية العبارة VBA ولكن ما هو الرقم 8 او ما هي الخليه ذات الرقم 8؟ الحقيقه يبدأ البرنامج او الصيغه المعترفه هي ان تبدأ بالسطر الاول وتعد هذه الخليه هنا هي الخليه 1 2 3 4 5 6 7 8 اذا هذه هي الخليه 8 اذا طريقه العد للخلايا عندما تقول الخليه 10 ستكون 9 10 اذا هي الخليه جي1 الخليه 8 هي اتش1 اذا هذه هي تعليمه سيلز عندما نضع بين السيلز رقما فإن العد يبدأ من اليسار إلى اليمين إلى نهاية ورقة العمل لنجرب هذا الأمر ونريد أن نضع في الخلية كما قلنا سيلز ثمانية العبارة VBA لنشاهد أنا هنا أذهب إلى المطور إذا كما تشاهد قمت بتفعيل هذا الكود اسم ورقة العمل لدي هذا هو هنا ومن ثم سيلز و 8 دوت فاليو ايكوال تو في بي اي وبالتالي عندما ساعطي الامر نفذ هذا الكود ستشاهد ان الخليه 8 قد امتلئت بالنص في بي اي اذا هذا هو الاختبار الاول او الشكل الاول لتعليم سيلز بينما الشكل الثاني هو ان تضع رقما للسطر كذلك الامر رقما للعمود فمثلا على سبيل المثال انا اريد ان اضع في الخليه السطر السابع والعمود الرابع القيمه تقاطع السطر السابع مع العمود الرابع اريد ايضا ان اضع القيمه في بي اذا السطر السابع مع العمود الرابع هذه هي اريد ان اضع القيمه ايضا او العلامه VBA لنقوم بتفعيل هذا الكود سالغي تفعيل الكود الاول و أقوم بتفعيل هذا الكود الذي كتبت فيه كما رأيتم الخليه فاصل 7.4 وسأرى ما هي النتيجه اذا بالضغط على نفذ تشاهد ان في الخليه تقاطع السطر السابع مع العمود الرابع قد وجدت الكلمه VBA الشكل الرابع أو الشكل الثالث هو أنك تستطيع أن تستبدل كلمة العمود برمزه أي بالحرف الممثل للعمود كما تشاهدون وبالتالي أنت سيلز ومن ثم هنا نقصد السطر رقم 15 والعمود F نريد أن نضع فيها أيضا VBA لنشاهد الأمر دعني أختار على سبيل المثال العمود رقم 11 ونشاهد في الكود هذا الأمر نعم إذا سألغي تفعيل الكود السابق ومن ثم أقوم بتفعيل السطر رقم 11 والعمود F بنفس الطريقة تماما بإلغاء عدم التفعيل ونشاهد الآن أحسنت إذا لقد جاءت في العمود رقم F والسطر رقم 11 القيمة VBA بهذا الشكل إخواني نجد أننا قد استطعنا أن نصل إلى الخلية سيلز بمجموعة أش... بثلاث... بثلاثة أشكال الشكل الأول باستدعاء رقم الخلية الشكل الثاني سطر وعمود الذي ينتج الخلية الشكل الثالث السطر والحرف الذي يمثل رقم الذي يمثل العمود لننتقل الآن أو إلى الدالة رينج الحقيقة في الدالة رينج هناك تشابه كبير بين رينج وسيلز لكن رينج كما قلنا تتيح لنا الوصول إلى مجموعة محددة من الخلايا أو ما يسمى النطاق دفعة واحدة الأمر الذي لا توفره سيلز طبعا الآن لم ندخل في مجال الحلقات أو الشكل العام للتعليم رينج هي رينج وبداية المجال ونهايته كما أن هناك مجموعة من الأشكال المختلفة التي تنتج بشكل خاص سنتكلم اليوم عن ثلاثة من هذه الأشكال كما تلاحظ هنا عندما وضعنا اشارتي الكوتيشن ضمن الرينج وكتبنا A5 هذا سيدل ان البرنامج سيضع القيمه دوت فاليو طبعا القيمه VBA في الخليه A5 كذلك الامر لو وضعنا هذا الامر المميز لتعليمه رينج كوتيشن وبدايه المجال ونهايته سيقوم البرنامج بتحديد كامل هذا النطاق وهو من A1 الى A20 بينما ايضا يوجد طريقه اخرى تساعدنا جدا في الحلقات وهي اثبت العمود ب quotation اثنتين واضيف الاشاره and ومن ثم الرقم الذي سيتغير اثناء الحلقه فهنا سيذهب البرنامج الى الخليه a3 ويضع بها عباره vba لنشاهد هذه الامور في الكود كما تشاهد إخواني هنا إذا قمت بتفعيل الخلية A5 وأردت أن أضع فيها العبارة VBA إذا سيقوم في هذه الخلية A5 بمجرد أن أضغط على Run تجد أنه قد وضع عبارة VBA في الخلية A5 لنلغي هذا التفعيل ونريد أن نفعل هذا الكود الذي يقول أنه كوتيشن A5 فاصلة F5 كوتيشن هذا الطريقة من التفعيل هي تحدد المجال من A5 إلى F5، لنشاهد سيضع سيقوم بتحديد المجال من A5 إلى F5، رن كما تلاحظ قام بتحديد المجال بالكامل، الآن نريد أن نختبر شكلًا آخر لتعليم رينج، وهذا الشكل هو كما تشاهدون طريقة أخرى لتحديد المجال، إذا أردت أن تحدد من A6 إلى سي عشرة من أي ستة إلى سي عشرة فنلغي التفعيل عدم التفعيل لاحظ أن المجال من a ستة إلى سي عشرة هو هذا الملون هنا الآن بالضغط على رن سيقوم البرنامج بتحديد هذا المجال وسيضع أنا ذكرت هنا أنه في القيمة قيمة هذا المجال دوت فاليو ضع في بي إذا يجب أن يمتلئ الجدول بكلمة في بي اي كما تشاهد قد امتلأ الجدول بكلمة VBA الشكل الأخير الذي تحدثنا عنه أيضا هو إذا وضعت رقم العمود أو عفوا حرف العمود ضمن كوتيشن ومن ثم AND والرقم سيتم التحديد هذه هي الخلية F7 يجب عندما أن نقوم بتفعيل هذا الكود سيكتب في الخلية F7 العبارة VBA لنقوم بعملية الران كما تشاهد قد كتب البرنامج في الخليه في 7 العباره VBA اذا بهذه الطريقه اخواني قد تعرفنا على الاشكال المختلفه لتحديد او لاستخدام العلاقه رينج لننتقل الى الامر الثالث والهام هو كيف استطيع ان استخدم او ان اتعامل في الحلقات مع تعليمتي رينج وسيلز متى يفضل أن أستخدم سيلز ومتى يفضل أن أستخدم التعليمة رينج الحقيقة تعليمة سيلز أستطيع استخدامها عندما أريد أن أتنقل بالأرقام بين الأسطر وبين الأعمدة فلنأخذ على سبيل المثال هذا الجدول الموجود عندي في العمود في السطر الأول يوجد لدي أرقام واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة اريد ان استخدم مرة تعليمة سيلز لكي اقوم باضافة نقل هذه البيانات من بي واحد الى بي اثنين ولكن بعد ان اضيف واحد على كل قيمة اي ان هذه الخلية يجب ان تصبح اثنان وهنا اثنان زائد واحد ستصبح ثلاثة كذلك الامر هنا اربعة خمسة وستة كيف اقوم بتنفيذ هذه الحلقة حلقة فور واحدة ستنتقل عبر السطر الثاني فقط تنتقل بهذا الشكل الحقيقة الكود اللازم لهذه العملية هو سوف أفتح تابعا فرعيا اسمه sub وأنا أسميه for range سأنتقل من أنا سأنتقل من العمود طبعا انتقالي يكون عن طريق الأعمدة هنا كما تشاهد أنا أنتقل على الأعمدة وأثبت السطر الثاني فانتقالي يكون من هذا العمود رقم 2 إلى العمود F الذي رقمه 6 فأقول for i تساوي 2 إلى 6 أفتح التعليم السيلز السطر دائما ثابت وهو السطر الثاني هنا والتغير هو على i ستتغير i هنا 2 2 في الدورة الثانية تصبح 2 3 2 4 2 5 و 2 6 ماذا سيفعل في كل دوره سوف يكتب سيلز 2.i دوت فاليو تساوي سيلز هنا السطر الاول لانني اقول ان الخليه هذه يجب ان تساوي الخليه الموجوده في السطر الاول مضافا لها واحد فثبتنا السطر الاول ووضعنا i ماذا اذا قمنا بالتنفيذ كما تشاهد عندما ساضغط على هذا الزر ستمتلئ القيم هنا اذا بشكل صحيح تماما قد ملأت تعليمه سيلز المستخدمه في هذا الكود على هذا الشكل الذي اريد القيام به. الان ماذا لو اردنا القيام بنفس التعليمه ولكن باستخدام رينج؟ الحقيقه فان تعليمه رينج ستجد صعوبه عندما اريد الوصول الى الاعمده، التنقل في الاعمده، لان هذا التنقل هو تنقل حلقي ضمن العمود وهو تعاني رينج عدم القدرة على القيام به لوحدها لذلك لا بد من استخدام خاصية الإزاحة الأفقية Offset وبالتالي كما تشاهد أنا عندما أكتب Range وأحدد خلية مرجعية بعد ذلك أضغط نقطة Offset هنا في تعليمة Offset يوجد لدي إزاحة السطر وإزاحة العمود فأنا سأقوم الآن بتحديد الإزاحة. لو أردت أن أكتب هذه التعليمات أو هذه القيم هنا سوف أعتمد خلية مرجعية هي الخلية A3 فقلت Range A3 إذا أردت الوصول إلى هذه الخلية فهي تزاح عن الخلية A3 بمقدار إزاحة عمود واحدة وعدم وجود أي إزاحة في السطر. بينما هذه الخلية لو لاحظت هي مزاحه بعمودين عن الخليه المرجعيه A3 كذلك هنا ثلاثه اعمده اربعه اعمده خمسه اعمده اذا الخليه الاولى تزاح عن الخليه A3 بعمود وبالتالي هي الخليه الاولى ومن ثم بعمودين ثلاثه اربعه خمسه اذا الكود الذي اريد استخدامه هو لا لا يوجد لدي اي ازاحه للسطر فاضع على السطر صفر ويوجد لدي ازاحه للعمود بمقدار اي فالقيمه الاولى تؤخذ من الخليه التي ستوضع في الخليه هنا هي مزاحه عن الخليه اي 3 بقيمه واحد فيبدا عدادي من الواحد اما هذه فهي مزاحه بقيمه خمسه فيكون نهايه الحلقه خمسه وبنفس بنفس الطريقة تماما للطرف الثاني فإنك ستجد أن هذه القيمة التي سأضيف لها الواحد لتكون هنا هي مزاحة عن الخلية A1 بمقدار واحد وهذه أيضا بمقدار خمسة فكان الكود على الشكل التالي رينج A3 دوت أوف سيت إزاحة صفر للسطر I للعمود تساوي رينج A1 التي هي هنا وبإزاحة بمقدار أيضا I وإذا قمت بالتنفيذ ستلاحظ القيم ستأتي هنا ونكون قد استطعنا استخدام Offset مع Range لنحقق الانتقال الحلقي عبر الأعمدة كما تلاحظ أحضرت لي هذه التعليمة القيم الموجودة هنا وأضافت لها واحد ووضعتها هنا إذا بهذا الشكل استطعنا أن نستخدم تعليمتي Sales وتعليمتي رينج في فور وأنتم أحبتي استخدمتموهم في الدرس الخامس وسوف نتعامل معهم بشكل كثير لدرجة أنكم سيصيبكم الملل عندما أكثر من التطبيقات التي تحوي على حلقتي فور وعلى التع... التعليمات سيلز ورينج اوف سيت لانك وبكل صراحه ان تمكنت من هذا الموضوع واصبحت لديك قوه وصلابه في هذا الامر فانك تستطيع ان تبرمج اي قضيه برمجيه تعرض عليك ان شاء الله. وانا على ثقه باهتمامكم وبمتابعتكم سنحصل على هذا الامر باذن الله. اذا كما لاحظتم اوفسيت الجزء الاول او الركن الاول هو رقم السطر او رقم ازاحه السطر والجزء الثاني هو رقم ازاحه العمود. كما اننا اخوتي تحدثنا ان رينج تستطيع ازاحه مجال كامل انظر هنا إذا كان لدي هذا الجدول هنا سأقوم بحذف هذا كما تلاحظ أنا لدي هذا الجدول هنا موجود في الخلية M34 انتهاء بالخلية Q46 إذا أردت أن أنقل هذا الجدول إلى هنا بضغطة زر واحدة فكما كتبتم وقمتم بالحل في الدرس الخامس M34 حتى Q46 يساوي رينج اليو 48 حتى ال Y60 أنا الآن لا أريد هذه الطريقة أنا أريد أن نستخدم أسلوب الإزاحة لدي هذا المجال أريد أن أقول للبرنامج إذا أزح هذا المجال إلى هنا قم بالنسخ وأعد لي القيمة إلى هذا المجال طبعا الأمر بسيط جدا هذا المجال هو u 48 و واي 60 فاكتب رينج اليوت 48 واي 60 دوت فاليو تساوي نفس المجال تماما u 48 نقطتين واي 60 ولكن بإزاحة الان اريد ان اعرف قيمة الإزاحة كما تعلم هنا اليوت 48 ما هو رقم السطر الذي أزيحت له هذه القيمة هو حاصل الطرح بين u 48 و 34 والحقيقة هو سيزاح بشكل سالب 14 سطر 14 سطر لأنك ستلاحظ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14 إذن 14 إزاحة للسطر كم هي الإزاحة للعمود الحقيقة العمود الموجود لدي هنا هو العمود U والعمود هنا M بطرح بين U و M ستكتشف أن الإزاحة هي ناقص ثمانية وبالتالي ان كتبت هذه التعليمه في الكود وقمت بالضغط على الزر هنا ستجد ان بشكل مباشر قامت تعليمه الاوفسيت ستجد بكل سهوله ان تعليمه اوفسيت قامت بازاحه هذا المجال الى هنا ونسخت القيم ووضعتها هنا بشكل مباشر اذا بهذا الشكل نكون قد تعلمنا تعليمه اوفسيت وبجميع الحالات الممكنه لهذه التعليمه الان دعونا ننتقل الى الدرس او الى التطبيق الذي تكلمنا عنه في الدرس الخامس والذي كانت معظم الاجابات ولله الحمد التي وصلتنا صحيحه لنقوم بحله ومناقشته معكم طبعا يا اخواني في هذا المثال انا قلت اريد ان تقوم بنقل البيانات بطريقتين الطريقه الاولى هي طريقه الرينج والطريقه الثانيه هي طريقه الحلقتي فور الثنائيه طبعا باستخدام طريقة الرينج أنت يجب أن تحدد هذا الرينج بال VBA ومن ثم تقوم بنسخ هذا الرينج إلى ورقة الترحيل هنا وإلى المكان الذي أنا قمت بتحديده كيف نقوم بهذا الأمر؟ الحقيقة الخوارزمية التي وصلتني لهذا الأمر هي على الشكل التالي وكل الشكر للصديق الذي ارسل لنا حل التطبيق وقمنا باستخدام الخوارزميه التي كتبها. تبدا الخوارزميه بتحديد النطاق في الجدول الاساسي، ومن ثم نقوم بنسخ هذا النطاق، لننتقل الى الورقه المراد ترحيل البيانات اليها، ثم نقوم بتحديد المكان المناسب، ونقوم بلصق القيم المنسوخه، ونطبع رساله تم الترحيل بنجاح. اذا أنا لدي هذا الجدول سوف أقوم طبعا يبدأ من المجال سأنسخ من هنا يبدأ من المجال B5 وينتهي بالمجال F16 وبالتالي لو ذهبنا إلى المايكرو إذا الآن أبدأ باسم الورقة هي شيت واحد دوت رينج المجال يبدأ من B5 إلى F16 دوت فاليو هذا هو المجال الذي اريد ان انسخه طبعا لكي نتجنب كتابه اسطر كثيره ابدا في المجال الذي اريد الوصول اليه ما هو المجال الذي اريد الوصول اليه دعونا نشاهد هنا اريد ان اذهب الى ورقه الترحيل والمجال هو يبدا من هنا من الخليه A2 وينتهي بالخليه A13 اذا من الخليه A2 وينتهي بالخلية E13 لنشاهد فأكتب هنا يساوي إذا شيت أنا رقم الورقة عندي ستة دوت رينج القوسين والكوتيشن طبعا قلنا أن المجال يبدأ من E2 إلى طبعا الى اي e 13 دوت فاليو تساوي طبعا شيت واحد دوت رينج من المجال بي 5 الى اف 16 بكل بساطه اذا قمت بعمل هذا الامر سينسخ البيانات دون الحاجة إلى الانتقال من الورقة الأولى إلى الورقة الثانية بهذه الطريقة بكل بساطة وسيعطيك الرسالة مسج بوكس تم الترحيل لنشاهد هذا الامر اسمينا المت... المايكرو هو ان الان نريد ان نضغط على المايكرو ان ونقول ران كما تلاحظ بشكل مباشر نسخ المجال ككتله واحده ووضعه واعطى رساله تم الترحيل الأمر الذي أريد القيام به أنا هنا أريد أن تقوم بعملية الترحيل ولكن باستخدام دالتي 4 كما تعلم أن دالتي 4 تحتاج منك إلى تحديد المتغير i والمتغير جي أنا أرمز إلى المتغير i بمتغير العمود والمتغير جي بمتغير الأسطر كما تلاحظ أخي الكريم هنا i انتقالنا على الأعمدة يبدأ من العمود الثاني إلى العمود السادس كذلك الأمر جي رقم السطر يبدأ من السطر الخامس انتهاءاً بالسطر السادس عشر وبالتالي كما تشاهد في الكود هنا I من اثنان إلى ستة كذلك الأمر جي من خمسة إلى ستة عشر طبعا هنا لا تستطيع استخدام تعليمة رينج لانك لم تكن قد اخذت علاقه اوفسيت وبالتالي فانت تستخدم تعليمتي سيلز وتنتقل من اي الى جي. هنا يوجد لدي طريقتين لحلقه 4 الحلقه ال الخارجيه اذا كتبتها هي الجي اي تنتقل عن طريق الاسطر ووضعت الحلقه الصغرى هي اي فانك ستقول انني اريد ان يملا او ان يرحل الخلايا العمود العمود الاول ثم يرحل العمود الثاني ثم يرحل العمود الثالث ثم الرابع ثم الخامس اذا عندما تضع i في الحلقه الكبرى فانك تقصد سينتقل هكذا ومن ثم ينتقل الى العمود الاخر السطر الاخر عفوا وبالتالي هذه الانتقال سيكون ترحيل افقي. اما اذا كتبت جي في في الحلقه الخارجيه واي في الحلقه الداخليه ان يقوم بالترحيل عمود عمود، يعني خليه خليه ولكنه سينتقل هكذا. لينهي العمود ومن ثم يعود الى هنا وايضا ينهي العمود. اذا كما تشاهد الانتقال هو بهذا الشكل. اذا بهذا الشكل. استطعنا أن نعرف أن عمودنا الأول هو الثاني وعمودنا الأخير هو السادس كذلك سطرنا الأول هو الخامس والسطر الأخير هو ستة عشر كتبنا شيتس أنا أخذ الآن أريد أن أقول في الورقة الترحيل الخلية ذات الرقم أقول أنا هنا جي ناقص ثلاثة آي ناقص واحد ما السبب؟ كما تلاحظ أخي الكريم أنا تقصدت أن أضع الجدول غير موجود ابتداء من العمود الأول والسطر الأول ووضعت في الترحيل تريد أن تحضر البيانات ابتداء من العمود الأول والسطر الأول وبالتالي تقصدت هذا الأمر لكي يصبح لديك بعض المحاكاة المنطقية لماذا سيقوم البرنامج فلو جئنا إلى هنا عندما يريد البرنامج أن ينقل الخلية ذات الرقم B5 سينقلها إلى الخلية ذات الرقم كما تشاهد A2 أي أنه سينقل من العمود الثاني والسطر الخامس إلى العمود الأول والسطر الثاني إذا من العمود الثاني ومن السطر الخامس من السطر الخامس إلى السطر الثاني وبالتالي استخدمت أنا عندما بدأت بجي خمسة طرحت منها ثلاثة في الترحيل بينما في الجدول الأساسي هي قيمتها جي إذا كما شاهدت عندما ستكون في الترحيل ورقة الترحيل الجي يجب أن يطرح منها ثلاثة أنت تبدأ بجي خمسة في ورقة الجدول الأساسي جي خمسة بينما في الترحيل ثلاثة أما في العمود فهناك فرق في العمود ففي الجدول الأساسي أول خلية هي الخلية آي ورقم عمودها اثنان بينما في الترحيل العمود هو العمود الأول لذلك طرحت ناقص واحد وبالتالي كما تعلم ستنتقل من الخليه ب B5 عمود ثاني سطر خامس إلى الخلية عمود أول سطر ثاني كذلك الأمر هنا عمود أول سطر 13 إلى هنا عمود 16 سطر 2 بالضغط على زر الترحيل وبالذهاب إلى هنا تلاحظ أن القيام قد إمتلأت كما فعلنا سابقا لكن كما قلنا تمت العملية هنا خلية خلية هكذا تنتقل يملأ خليه خليه اما في الطريقه الاولى ملأ مجال كامل قام بنسخه وقام بلصقه من وفر لذلك تعليمه الرينج بينما هنا توفرت لي الخليه التعليمه سيلز الامر النقل سواء كان النقل العمودي عمود عمود او النقل الافقي لا اقصد بالعمود عمود انها قامت بنسخ العمود هذا بالكامل لا، لكن الانتقال جرى على العمود الاول والثاني والثالث والرابع والخامس الى اخر الاعمده. طبعا ايضا الاخ الذي ارسل لنا الخوارزميه الجميله كما تلاحظ 4i تساوي 5 و16 4g تساوي 2 و6 كما تلاحظ الحلقه الداخليه هي الانتقال عبر الاعمده وبالتالي لك أن تفكر أي من الترحيل قد تم هل هو ترحيل انتقال عبر العمود أم عبر السطر وبالتالي عندما تشاهد أن الحلقة الخارجية هي حلقة الأسطر فإن الترحيل يتم اعتمادا على الحلقة الداخلية وبالتالي الترحيل يتم عمود عمود وهو ترحيل شاقولي أيضا بنفس الطريقة سيدخل البرنامج بقيمة خمسة للسطر ويقوم بالدوران تكرار العملية على الأعمدة بالكامل عندما ينهي جميع الاعمده يعود لياخذ السطر التالي ويدخل ايضا الى الحلقه ويقوم بالتنفيذ على جميع الاعمده، كذلك الامر عندما ينهي جميع الاعمده يعود الى القيمه التاليه في السطر وينفذ على جميع الاعمده الى ان يتم انتهاء الترحيل ليطبع تم الترحيل بنجاح وتتم النهايه. بقي لدينا في هذا الدرس امر وحيد نريد الحديث عنه. وهو أنا الآن عندما قمت بتحديد عدد الأسطر استخدمت طريقة العد وهي المعتمدة على النظر، فقمت هنا كما تلاحظ قمت بالعد أنا لدي هنا السطر الثاني انتهت بياناتي عند السطر 13 فقمت بتحديد i من 2 إلى 13 ولكن هذا الأمر يعتبر أمر مجهد إضافة إلى ذلك فأنني عندما مثلا أريد أن أكتب أيضا بيانات أخرى هنا لن يقوم البرنامج بترحيلها إذا كنت قد ثبتت الجي من 2 إلى 13 لن يقوم بترحيل الجي الموجودة في السطر 14 وهذه مشكلة كيف أتغلب على هذه؟ أريد أن أتكلم اليوم كيف تقوم باستدعاء تعليمة في الـ VBA الأمر بسيط عندما تكتب في الـ VBA عبارة application.worksheetfunction. تكتب أي تعليمة تريد ونحن هنا سنستخدم تعليمه count a اذا كان لديك هذا العمود واردت ان تعد القيم الموجوده فيه تكتب في الورك شيت مثلا count a وهي تعليمه كما تعلم اخي الكريم تستخدم لعد البيانات الموجوده في نطاق معين طبعا الخلايا غير الفارغه فلو قمنا بتحديد العمود m وقمنا بالضغط على انتر تلاحظ أنه قد أرسل لي الرقم 13 يقول البيانات تحوي على 13 قيمة وهذا الشيء الذي أريد أن أحصل عليه في بي VBA فكيف أقوم بذلك؟ أولا المتغير جي جي سهو عبارة عن هذه التعليمة احفظوها جيدا application dot تختار الخيار Worksheet Function بعد ذلك عندما تضغط على دوت تحصل على جميع التعليمات البسيطة التي تستخدمها أنت في ورقة العمل وبالتالي أنا أريد أن أختار التعليم Count A كما تشاهد Count A ومن ثم قوس أريد أن أعد المجال Range إذا Count A ومن ثم Range M من M إلى M. إذا وضعت value سيقوم بعد جميع العمود M. وأنت لست بحاجة إلى هذا الرقم. أنت تريد عد جميع القيم الموجودة فقط في التي لا تكون فارغة. وبالتالي هنا عندما تكتب message box GG وتقوم بإجراء تفعيل هذا المايكرو تشاهد انه قد اتى لك بقيمه المجال 13 وبالتالي في هذا الجدول بدلا من ان تضع 16 فانك يمكن ان تكتب 2GG وبالتالي عند قيام باي تغيير هنا سيشاهد المايكرو هذا التغيير وسوف يستجيب له في التطبيق القادم ان شاء الله اريدك ان تستخدم هذه الميزه واريدك تماما ان تقوم بتطبيق هذه الخاصية application worksheet فانكشن دوت كاونت a للمجال الذي تريد الترحيل منه وبالتالي عندما تضيف أي قيم على هذا المجال سوف تستجيب هذه التعليمة لنهاية المجال بشكل تلقائي وبشكل لا محدود وبالتالي لتطبيقنا لهذا اليوم يجب أن تستخدم هذا الموضوع لنشاهد التطبيق في تطبيقنا لهذا اليوم لديك ورقتي على العمل الورقة الأولى بها البيانات هذه الى هنا والورقه الثانيه نريدك ان تقوم بترحيل هذه البيانات ويجب ان يكون ترحيلك لهذه البيانات ترحيل لا محدود اي انه عندما يتم اضافه بيانات في السطر هنا وهنا وهنا اريد ان يقوم الترحيل بالوصول اليه فهنا انت لا تستطيع ان تكتب رقم السطر يبدا من 2 وينتهي ب 36 انما يجب ان تستخدم Application or Sheet Function للعمود A ولا تنسى أن تطرح منها الرقم واحد لأنك لا تريد أن ترحل السطر الأول وإذا لكن الترحيل لن يكون بتعليمتي سيلز إنما سيكون الترحيل باستخدام Range و Offset ستقوم بترحيل البيانات من الورقة داتا إلى الورقة Transfer إذا في الطلب الأول لا تنسى رسم خوارزمية الترحيل والطلب الثاني هو إعداد كود الترحيل وبعد أن ينجح إن شاء الله هذا الكود كما تشاهد عندما تضغط على زر الترحيل ينقل جميع البيانات إلى هنا فأتمنى منكم القيام بحل هذا التطبيق وإرساله لنا لكي نقوم بتصحيحه وإلى هنا يكون درسنا لهذا اليوم قد انتهى أعود وأكرر الرجاء من من يواجه أي صعوبة في حل التطبيقات أو أي مشاكل في كتابة الأكواد مراسلتي وان شاء الله ستجدني دائما في الخدمه انتظر مكالماتكم وانتظر مشاكلكم لاقوم بحلها دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه